بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم مبدئي طلاب برايمري 4 مع حصه جديده من حصص مستر ساينس مع مستر شريف الهواري. يا رب دايما بخير. طبعا يا اولاد ما شاء الله عليكم، الناس اللي بتجاوبوا معايا في التعليقات وبيكتبوا لي اجابات الاسئله اللي انا بسالها لكم في التعليقات. كمان ما ننساش يا اولاد نعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من زمايلنا. طبعا احنا خلاص في اخر ليسون من الكونسبت نمبر 1، ان شاء الله مكملين على طول. انا ماشي معاكم وتمشوا معايا طبعا بالترتيب، ما تستعجلوش ان انتوا يكون معاكم الدروس كلها وانتوا لسه ما اتقنتوش الدروس اللي فاتت. لازم نتقنها كويس جدا عشان نطمن طبعا لحلنا وفهمنا للدروس بتاعتنا. ليسون 5 يا ولاد النهارده بيتكلم عن حاجه اسمها انرجي ورك اند فورس. ايه العلاقه بين الثلاثه دول يا ولاد؟ خلاصه الدرس كله، خلاصه الدرس كله، درس صغير جدا ما فيهوش اي حاجه خالص، بس خلاصه الدرس يا ولاد ان انت في جسمك او انت بتعمل فورس، صح؟ بتأثر على حاجة بفورس. الفورس دي بتدي الجسم دوت او البادي دوت انرجي، والانرجي دي بتعمل حاجة. يبقى انت كده عملت حاجة اسمها ورك دان. لا تاني كده يا مستر بالراحة، تاني. شايفين الراجل ده اللي بيزق العربية دي؟ الراجل ده في جسمه دلوقتي فيه ايه؟ فيه فورس، صح؟ تمام يا مستر، اكيد بيبذل فورس، في قوة بتتبذل، هو بيزق العربية بالفورس بتاعته. طيب لما يزق العربيه بالفورس بتاعته، الانرجي اللي في الجسم، اللي في جسمه، اكيد في طاقه في جسمه، الراجل ده اكيد واكل كويس وفطران الصبح، صح؟ الانرجي بقى اللي في جسمه تتنقل لمين؟ للكار دي. يبقى ادي فورس يا مستر اتحولت لشكل انرجي، ومعنى كده ساعتها الراجل دوت لما يحرك العربيه دي يبقى هو حاجه اسمها طبعا ايه؟ اكزيرت فور ورك دان، يعني في ورك دان اتبذل، في شغل اتبذل. تعالوا نشوف بقى كده. دي الخلاصه، انت في جسمك في انرجي هتقدر تعمل فورس، والفورس دي طبعا هتدي الانرجي اللي في جسمك دي للشيء اللي انت بتزقه او بتحركه، وطبعا الكلام ده بيتحول لورك دان او شغل اتبذل. تعالوا نشوف بقى كده. بيقول لك look at the following pictures، يعني بص على الصور دي كده. Then answer the question، تعالوا نجاوب على الاسئله اللي عليها. خلي بالك معايا، نبدا اول حاجه يا ولاد. The car moves when a pushing force act on it. موافق انا مش موافق؟ برافو عليكم، انتوا اكيد بتجاوبوا دلوقتي. The car يا مستر moves when a pushing force act on it. طبعا yes انا موافق يا مستر، صح، برافو عليك، اكيد طبعا. طب بص بقى الولد ده. The ball stops when a pushing act against it. يعني ايه يا مستر؟ الكوره هتقف لما في pushing force act against it، يعني في pushing force اثرت عليها وضدها. الكوره رايحه جون اهي، فانت بتحط ايدك في بوشنج فورس، قوه دفع دفعتها ووقفتها، فاكيد طبعا البول ولي ستوب، يبقى الكلام ده صح، يبقى الاثنين يس يا ولاد. طيب تعال نشوف ذا ريليشن شيب بتوين انرجي ورك اند فورس. تعال نشوف بقى الثلاثه دول ايه علاقتهم ببعض. زي ما قلت في الاول كده، تعال نقراها بقى كده ونفهمها مع بعض. بيقول لك تو ميك ان اوبجكت ستارت اور ستوب موفينج. انت عندك حاجه، لعبه، توي كار، ثابته على الترابيزه بتاعتك، انت عايزها تتحرك، او العكس، انت اللعبه بتاعتك دي انت مشغلها وعايزها تقف، ايه اللي هيحصل؟ This require a force. طبعا يا مستر احنا قلنا الكلام ده خلاص، بقى لنا ثلاث دروس او اربع دروس بالظبط، لازم ان انا ااثر عليها بفورس، يا اما اللي ثابته انا باثر بفورس عشان احركها، يا اما اللي هي الموفينج انا باثر بفورس اجينست ات، فورس عكسها عشان اوقفها. برافو عليك. سواء بقى كانت الفورس دي يا مستر بوشنج فورس اور بولينج فورس، يا اما تكون قوة دفع يا اما تكون قوة سحب يا ولد، صح؟ نكمل. Applying this force to the object require energy. تعالى هنا بقى، مش انت عايز تزق العربية بتاعتك دي وتحركها، او العربية اللي عطلانة في الشارع دي تبص تلاقي الناس بتزقها كده عشان تحركها، صح؟ كل الفورس اللي انت في جسمك دي اللي انت عايز تطبقها دي وعايز تخليها تأثر على الباديز دي، لازم ايه require ايه in your body؟ محتاجة يا مستر energy. اسمع بقى الجملة الثانية كده. Applying this force to the object، عشان تطبق الفورس دي على الاوبجكت او تاثر يعني على الاوبجكت بفورس، require ايه in your body؟ require energy يا مستر. ايوه برافو عليك. نكمل. The following example show the relationship between energy work and force. تعالوا نشوف الاكزامبل ده بيقول ايه. بيقول لك imagine you had a push a car along a flat road. تخيل ان انت بتزق عربيه، بتدفع عربية على طريق، تمام؟ moving the car عشان تحرك الكار دي need a lot of a force. طبعا انت
تعالوا يا جماعه معلش انا عايز الفورس بتاعتكم عشان تزقوا معايا الكار دي. حاضر. يبقى ني، يبقى خلي بالكوا بقى نيدنج ايه؟ نيدنج ا فورس. يبقى موفينج ذا كار نيدز ا لوت اوف فورس. كويس ماشي، عندنا الفورس ما تقلقش كمل. When you push the car ايه اللي يحصل؟ The energy transfers from your body to the car. مش انت طلبت الفورس بتاعتي عشان ازق معاك؟ بالمره كمان انت بتاخد الانرجي من جسمي. اسمعوا كده، When you push the car the energy transfer from your body to the car. اه يا مستر، يعني انا كل ما هبذل فورس كل ما الانرجي اللي في جسمي هتطلع وتتنقل للكار دي. نكمل. Due to the force that your body exert. طبعا نتيجة الفورس اللي انت بتأثر بيه. واحد بقى كسلان وبخلان شوية بالفورس بتاعته بيزق كده اي كلام، اكيد الانرجي اللي هتطلع من جسمه برضه تبقى انرجي قليلة. واحد بقى بيبذل الفورس بتاعته كلها اكيد الانرجي بتاعته هتطلع برضه بكمية كبيرة. كمل بقى. When you move the car you are doing work. اول ما العربية تتحرك يا ولاد، اول ما العربية تتحرك لازم تتحرك، يبقى انت كده عملت work ده. في ورك كده، في شغل اتبذل، انت تعبك ده جيب فايده كده، نقدر نقول ان انت يو دوينج ا ورك، يبقى انت بذلت شغل. فهمت يا مستر؟ يعني معنى كده ان الثلاثه ليهم علاقه ببعض، فورس هتنقل الانرجي للبادي، ولما البادي يتحرك، ولما البادي يتحرك يبقى معنى كده ايه يا اولاد؟ يبقى معنى كده البادي دوت بقى فيه ايه؟ في ورك ده. تمام؟ نكمل بقى. From the previous example we can conclude that. احنا نستنتج ايه بقى يا اولاد؟ Force transfer energy from one object to another. يا مستر صح. الفورس هتنقل الانرجي. الفورس هتنقل الانرجي. ايوه انا بزق العربية بفورس بقوة. فالانرجي اللي في جسمي هتتنقل لمين؟ للعربية دي صح؟ اهو اسمعوا كده. Force لو جالي في الامتحان وقال لك كده force transfer وتختار انت بقى تختار ايه؟ energy. From one object to another. من object للتاني. ايه كمان؟ Force is the effect that change energy in such a way that it makes this energy has ability to do work. يعني يا مستر، يعني الفورس بتاعتك هي اللي هتعمل energy، والenergy دي هتبذل ايه؟ work done. وساعتها بنقول ان energy اللي هي ability to do work. يبقى لو جالي في الامتحان وقال لي كده the ability to do work، قدرتك اللي انت تبذل شغل، يبقى انت في جسمك في ايه؟ energy. لا تاني يا مستر تاني، تعالى بالراحه ركز ركز. انت عندك ability to do work. انت قايم من النوم النهاردة قدرت اللي انت تشيل تسحب شنطة المدرسة بتاعتك وتطلع بيها السلم وتنزل، انت بتعمل ايه دلوقتي؟ بتعمل work done. يبقى انت كده في الاساس في جسمك في ايه؟ energy. يبقى what is meant by energy؟ energy is the ability to do work. ability to do work. تمام صح كده؟ So the work done is equal to the amount of energy transferred. يعني على قد ما تنقل لي energy على قد ما هديك work done. صح ولا لا؟ كل ما تبذل energy أكتر كل ما تديك work done إيه؟ أكتر. اتفقنا يا ولاد؟ يلا نكمل. خلي بالك بقى من اللي جاية دي. Force and energy are different. الفورس والenergy different. But they are related to one another force is the effect that change energy and turn it into work. يعني ايه يا مستر؟ يعني الفورس دي كوانتيتي والانرجي كوانتيتي ثانية خالص، دي بالنيوتن ودي بحاجة اسمها الجول، هما ديفرنت كوانتيتيز بس ليهم علاقة ببعض. تمام؟ يعني الفورس بتاعتي بتنقل الانرجي لمين؟ للبادي، وبعد كده تحوله لورك ده. زي ما قلنا قصة العربية دي، أنا في جسمي فيه فورس ببذل فورس، الفورس نقلت الانرجي اللي في جسمي للكار فالكار اتحرك. عشان كده هما ليهم ريليشن مع بعض أو ليهم علاقة ببعض. تعال نشوف كده احنا فهمنا ولا لا؟ نكمل. Complete the following sentence. بيقول لك to make an object start or stop moving this require. تختار مين؟ طبعا يا مستر عشان اخلي الجسم يتحرك او يقف ده محتاج require a force. برافو عليك. Require force. خدنا الاولى كده. When a man apply a pushing force on a car, space transfer from the body or from body to the car. انت بتأثر بفورس على العربية. مين بتتنقل للبادي من جسمك؟ سوري، from the body to the car. تقول يا مستر الانرجي طبعا، لسه قايل. برافو عليك، يبقى تاني واحده انرجي. When you push a car you are doing، العربيه بقى اتحركت، you are doing work طبعا. تمام؟ يبقى number 3 work. The amount of energy transferred by a force that is used to move a car position is، يا
يعتبر ايه؟ to the work done to move the car. يعني على قد الانرجي اللي انت ما بتبذل اللي انت بتبذلها على قد ما الورك done اللي يحرك العربيه، يبقى equal. طبعا اسمعوا كده تاني، the amount of energy transfer by force يعني كميه الطاقه اللي هتتنقل بالقوه اللي انت زقيت بيها العربيه اكيد equal to the work done to move the car. يعني بالعقل كده انت ينفع تزق العربيه بقوه كبيره قوي والعربيه ما تتحركش؟ اكيد على قد قوتك على قد ما العربيه ايه تتحرك. لو جبت بقى واحد قوي كده وعضلاته قويه وقلت له تعالى زق معايا العربيه تتحرك احسن، صح ولا لا؟ يبقى equal to the work done to move the car. يا رب تكون فهمناها يا اولاد. طبعا في بقى الدرس بتاعنا كده خلص، في الجزء بقى اللي هو النشاط الاكتيفيتي بتاعت الساينتست اللي تفكر كانك عالم يعني. وطبعا ده ريفيو على اليونت موجود طبعا في شيت ممكن نقراه، ملخص كامل على الكونسبت نمبر 1 الفايف ليسونز ممكن نقراهم بس نفتكر بيهم الدرس بتاعنا. اللي عايز يوصل للقناه يمسك الموبايل بتاعه ويعمل بالكاميرا اسكان على الكود ده يوصل للقناه على طول. طبعا في بعض الموبايلات مش بتدعم الخاصيه دي ممكن ما تفتحش معاك، في بعض الموبايلات طبعا بتدعمها وتقدر انت تعمل اسكان للكيو ار كود ده وتوصل للقناه والفيسبوك، او نكتب مستر ساينس على اليوتيوب على طول والفيسبوك. اشوفكم ان شاء الله على خير. الورق ده موجود في تحت الفيديو، موجود في الفيسبوك والتليجرام او جروبات الواتساب. كل التوفيق ليكم واشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.